اقعد اقعد. محمود، انت شفت تبع الشاحنات هذا قبل ما يبلش قواص؟ باخر لحظه شفته معلم، ما لحقته. طيب ونحنا كنا الهدف ولا علي رضا؟ معلم ما بظنه ميزك من بعيد، ما بظنه يتجرأ ويقوس عليك، ولا حتى بيسترجي يقوس على حدا من رجالك. محمود، ما حدا عم يتهمك انك واحد ضعيف. ايه الاغا عم يسألك اذا كان بالدنيا له، وقت اخدوني هالشي ما كان صدفة، وقواص بشار عليكم كمان ما كان صدفة. عائلة أرسوي لأنهم مو قدرانين يوقفوا قدامك ويواجهوك عملوا هالقصة واستعانوا بهيك عالم. أنا عم قول اللي شفته عمي، وأنا أصغر من إني أحكم، بس اللي شفته إنه علي رضا الهدف. رح يلاقوا حجة أحسن من علي رضا. هو متخانق مع بشار، قوص على علي رضا، والآغا كان رح يروح فيها هنيك. حتى أنت اقتنعت بهالشي. أغا، بدل ما أننا قاعدين هون وعم نتحذر، عاطيني أمر لروح وقوس فؤاد رصاصة براسه. إذا ما كان فؤاد، الشركاء رح يوقفوا بصفك، وولاد الشوارع الكلاب ولاده ما عاد فيهم يرفعوا راسهم. صبري، أنت ما عندك القوة لتصفي لفؤاد، يعني هيك ببساطة بدك تروح وتضحي بحالك؟ معقولة؟ معقولة عم تحطني بكفة واحدة مع فؤاد؟ إيه؟ وانه تحط حالك بكفة واحدة مع تبع الشاحنات مو ظابطة. بدنا نروق ونهدى، عندي اياك بألف زلمة من عندن. ايه؟ الكل رح يدفعوا تمن افعالن، الكل. انت ما رح تموت لحتى تشوف بعيونك انه هدول دفعوا تمن افعالن. انتوا لاقوا لي هالواطي واتركوا الباقي علي. يلا امرك. عمي والله رحنا بشربت مي، شلون بدنا نصلح السيارة؟ بلوري مكسور والدالوب مفجور. والله هالمرة الوالد بده يشلحني السيارة على الآخر. هلأ أنت هذا اللي همك؟ ليك شو صار بحالتنا؟ الله أعلم تعب كم شهر راحوا على الفاضي. ابني احمدوا ربكن إنكن نفتوا برواحكن، احمدوا ربكن إنكن عايشين، والمال اللي خسرتوه بتفكروا فيه بعدين. الله يسامحك، هلا انا همي المصاري والملك عمي، هلا هذا هو همي انا؟ اي والله لما خردقوا المحل جمدت بارضي انا من رعبتي، على اساس انا رفيقه لعلوشه طلعت واحد تشتوش. لك انا طلعت خروق. فاتح ارنب فاتح. ارنب تعال هلا شوف، تعال حدي ابني، هاي اول مره بحياتك بتكون تحت رصاص وبينطوشوا ادنيك، ما هيك؟ فبلاها حركات الأولاد وشد اللي حيلك. يلا. ليش أخي فريد كل يوم بيتدرب على الرماية؟ لما هجموا علينا وبلشوا قواص ما شفته عمل أي شيء. عبدو خلصنا بلا لك، روح كمل طبطبة، نظف الأرض منيح. ما لك شايفة معباية بلور؟ ما بدي تضل ولا نسرة بالأرض. حاضر عمي. ليك فعلا ابن الحلال عند ذكره بيبان، أخيرا شرف رامبو فريد. أهلين فريد، تعال ابني تعال. تفضل عمي. شو هاد؟ ما بعرف اذا بيغطوا الضرر يلي صار بموقف التاكسي، بس ما بعرف الا ما يقضوا غرض. لك فريد، بس ما تكون رحت وتصرفت بذهبات المرحومة. عمي لو كانت نهال عايشة هي كانت رح تجيبهم بإيدها. أنا جبت الأمانة وبس، أكيد هي كمان كان بدها يكسير. والله أنت ما في منك يا أخي، عن جد تسلم. أنت أنقذت حياتي، بعدين
خلصتني من البهدلة قدام العالم، كيف بدي رد لك هالجميل؟ كيف بدي رد لك حقك؟ فاتح، شو عم تحكي أنت؟ نحن أخوة، ما في فرق بيناتنا. عن جد نحن أخوة؟ نحن أخوة طبعاً.